اطار اللي فيه نكهه سياسيه بالاكيد سيكون ارضيه اللي راح تستخدمها دوله كالجزائر كجنوب افريقيا جميع الدول المسانده للقضيه الصحراويه، وستكون اساس المرافعه على مستوى الامم المتحده لارجاع القضيه الى مسارها الحقيقي والطبيعي اللي هو مسار تصفيه استعمار. نظن نحتاج هذا الخطاب ما بين خوتنا الصحراويين، خاصة نحتاج هذا الخطاب المسؤول، هذا الخطاب الذي يجعل من هذا الانتصار اون بلاتفورم بور افونسي، ارضية باش نزيدوا على اساسها نقدموا الى الامام ونحدث هذاك التراكم الايجابي يسموه التراكم الايجابي. اما اننا نفرح ونبحث على إغاظة المغربي، أنا صدقوني يا خوتي المغربي في حالة ما عادش باش نحطوه في رصاننا أنه نجيو نلعبوه عليه وانتصرنا ونضحكوا وذيك نو. إذا كان هذا هو الهدف نهضروا خاصة على مستوى الوعي الجمعي، الوعي الجمعي يعني الوعي اللي جمعنا احنا هنا في التيك توك، راح نديروا ونرتكبوا أكثر أكبر حماقة. اليوم مرحلة التعبئة، مرحلة رص الصفوف كما قال، وانا نظن يا البيضاني انت تثق في كلمة الرئيس ابراهيم غالي الذي يحذر من مناورة كبيرة قاعدة تحاك ضد القضية الصحراوية. وهذا المؤامرة مبنية على القفز على الطابع القانوني للقضية الصحراوية اللي ما كانش فوق الارض يقدر يستطيع أنه يقفز عليها. قضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، والطرف الوحيد اللي عنده الحق هو الشعب الصحراوي عبر تقرير مصيره. نتمنى خاوتنا ما نغرقوش كثير في الخطاب الاقتصادي لأنه لا جدوى منه، وهذاك هو الملعب اللي يجيو المغاربة ويشتوا يلعبوا فيه ويعرفوا يلعبوا فيه، مع احترامي ليهم المغاربة بالتمرخيسيت تاع المغاربة. مارس معاك التمرخيسيت.